لا يفوتني بالمناسبة أن أغتنم هذه الفرصة للتذكير بالمكانة التي يحتلها قطاع التكوين والتعليم المهنيين ضمن الاستراتيجية التنموية لبلادنا الجزائر، حيث يؤدي دوراً مزدوجاً يتمثل في توفير التكوينات اللازمة لجميع فئات الساكنة من جهة، وتوفير اليد العاملة المؤهلة لمختلف القطاعات الاقتصادية النشطة من جهة أخرى. ولهذا الغرض تم التأكيد على هذا الجانب في خطة عمل الحكومة الجزائرية المبنية على تجسيد التزامات السيد رئيس الجمهورية، وهذا بهدف السعي إلى تحسين جودة التكوين وتعزيز التعليم التقني والتكنولوجي وربطه بالقطاع الاقتصادي من خلال تشجيع التكوين عن طريق التمهين والتكوين المتواصل للعمال.